حد بيسمع كتب؟ بقى في دلوقتي حاجة اسمها الكتب المسموعة، محدش. طيب تعالوا بقى نشوف تقرير عن الكتب المسموعة، أحدث صيحة في عالم القراءة. تسمع الصوت ده لسه هتقعد تقرأ وتتعب عينك؟ فكرة الكتب الصوتية هو تحويل المحتوى بتاع الكتاب الورقي لكتاب صوتي تقدر ان انت تستمع اليه من خلال الابليكيشن على الموبايل. ده بيتيح لك ان انت تسمع الكتب الصوتية في اي مكان وفي اي وقت، وبيتيح لك ان مكتبتك تكون موجودة في جيبك في اي حتة. الكتب الصوتية بنعملها بنسجل المحتوى بكواليتي عالية جدا وبشكل فني عالي، بنستعين بمذيعين معروفين وبنحصل على حقوق الكتب خصوصا المهمة، لان دوت يعني نوع جديد من القراءة وبيوجه لسوق اكبر من سوق القارئ العادي اللي هو مرتبط بالكتاب او المكتبة. احنا عندنا قسم خاص بالنشر وقسم خاص بالمحتوى، بنشتغل مع بعض ان احنا نعمل نبني مكتبة كاملة متنوعة فيها كل المجالات، فيها روايات بكامل انواعها. في البداية كانت الكتب الصوتية يعني مش معروفة قوي، لما دخلنا السوق وتعاقدنا مع عدد كبير من دور النشر والكتاب، فبقى فيه دلوقتي ان الكتب وهي طالعه جديده بتتعرض علينا، ان عايزين مثلا الكتب نحولها لشكل صوتي، فبنشوف ايه المناسب للمكتبه والخطه النشر وعشان احنا نختار الكتب ديت وننتجها. وفي كتب بنعملها يعني بيبقى بشكل محتوى خاص، بيبقى الكاتب بيكتب محتوى عشان يتعرض بشكل صوتي على طول. الكتب الصوتية هي بتوفر حل لمشكلة ان لمشكلتين بالظبط. المشكلة الأولانية ان انت ما عندكش وقت انك تقرأ فيه، فانت ممكن تسمع وانت سايق العربية بتاعتك، ممكن تسمع وانت في الجيم بتلعب رياضة، ممكن تسمع يا ست المنزل تسمع وهي بتقوم بالمهام المنزلية العادية، بتطبخ، بتعمل حتى السماعات في ودنها وتسمع الكتاب أو الحكاية الخاصة بيها. وفي حاجات يعني كتير أنا جربتها كانت مثلا معمولة مسلسلات قبل كده، مثلا يوسف إدريس مسلسلات أو أفلام، كانت يعني تجربة رائعة أن أنا أعمل دوت في وسط ما أنا بعمل مهام الحياة اليومية العادية، فده كان توفير الوقت، ده نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية توفير المحتوى نفسه. مش كل الكتب خصوصا القديم منها وحاجات بتاعه التراث مش متاحه على طول في المكتبات، يعني ممكن بتروح للمكتبه تلاقي الكتاب ده مثلا هو بيبقى في وقت ما بيبيع بشكل كويس، بعد كده مبقاش موجود في المكتبه لان ما بيحققش نسبه المبيعات. في الكتب الصوتيه الكتاب لما بيتم انتاجه بيفضل موجود على المنصه، اي حد بيدور عليه في اي وقت بيلاقيه. احنا دلوقتي عندنا اكتر من 1500 كتاب عربي مسجلين موجودين على الابلكيشن بتاع ستوريتيل، وعندنا 58000 كتاب انجليزي، ودول متاحين. بيبقى النظام معمول ان هو بنظام بتدفع اشتراك شهري ويبقى المكتبه كلها مفتوحه بالنسبه لك تسمع زي ما انت عايز من الكتب الموجوده.